السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الطريقة تاع اليوم طريقة القندورة، كانوا بزاف الأخوات طلبوها مني. قلت لكم، قلتوا لي ديري لنا قندورة بهذا القالو. ها هو هذا القالو، هذا القالو راه يدير 25000 متر. شريت أنا، جبت 400000 متر، جبت 4 متر نتاع القالو هذا. 100000 هذه جاتني هكا، نحتاجه انا، شريته هكا نحتاجه نخدم به، واللي شاطلي نخدم لكم بيعه وقندوره اخرى، ستيل واحد اخر ان شاء الله. المهم نتوما القندوره اللي عجبتكم راها كاينه، مام شتا بزاف في الفيسبوك الدور، كاين بزاف الاخوات اللي قالوا ديري لنا الطريقه تاع هاد القندوره. وهاد القندوره الطريقه تاعها سهله، تنخدم بهذيك الخدمه تاع لاستيك اللي يجي لاستيك في العمق، وتقدروا عاود تخدموها حتى بلا لاستيك، تقدروا ديروا الفولا وديروها بلا لاستيك كيما بغيتوا تخدموها تخدموها. ندير لكم انا الطريقه اللي قلتوا لي، ومن بعد نخدم لكم طريقه اخرى. المهم شريت 2 متر ونص تاع قماش، شوازات شوازات راكم عارفين شحال راه يدير، يدير 30000 متر. تحتاجوا لاستيك وتحتاجوا القالو، هذا واش فيها، ما فيهاش حوايج بزاف. نديروا الطريقه. ها هي القماش، تغسلوه دائما في الاول ينغسل، تقلعوا تخليوه باش تفصلوا القندوره تاعكم، وتقلعوا الفولا هذيك الفوقانيه اللي تجي بلاستيك اللي ديروا لها لاستيك. ها هي تقلعوا بهذه الطريقه، تشوفوا العرض اللي تبغيوه، تميزوا روحكم وتشوفوا العرض اللي تبغيو ديروه. تقدروا اللي تبغي ديرها عريضه بزاف تقدروا تزيدوا في القماش، ما تجيبوش 2 متر ونص، تجيبوا 3 متر ولا تجيبوا، باش تقلعوا هذه الفوقانيه باش تجيكم عريضه. الا تبغيو هكا كيما هكا ماشي عريضه بزاف، تجيبوا غير 2 متر ونص. المهم ها هي، المهم تقلعوا هكا، ها هي هكا بهذه الطريقه. ها هي طاحت لي هكا، راني دايرتها على 27 سنتيم، ها هي 27 سنتيم هكا حتى 28 سنتيم بهذه الطريقه. تقلعوه هذا من ينقلع، نقصو هكا وتقلعو، تقلعوه على الجهه نتاع العرض، ها هي تقلعو منا باش تخليو الاخر باش تفصلو. هاني قلعته هذا، ها هو كيما هكا، ها هو طويوه على زوج هكا، ومن بعد تلاقيوه، تعبروا شحال ديروا فيها في الطول، وتوليو تقصوا اللي بقى لكم. المهم دوك ديروا طريقة الفصالة تاع القماش، دايما ينطوى على زوج، يولي ينطوى على 4. بزاف مكمش بزاف، ديروا بهذه الطريقه. ها هي كيما انا درك عندي، ندير 110 110 بهذه الطريقه. ها هي ها هي هنا 100 و... ها هي 110، ها هي 110 سنتيم. الطريقه طويو طويو على 4، ها هي طيح لي 55 سنتيم، نزيد واحد شويه عليها معليش، شويه مولاتا شويه سمينه هكا، ماشي قد قد. نتوما المهم تعبروا فوق الدوره تاع الصدر تاعكم هنايا، وتزيدوا 5 سنتيم، تزيدوا عليها 5 سنتيم، تزيدوا حتى 6 سنتيم. ها هي بهذه الطريقه هنايا، قلت لكم انايا نزيد هنايا بهذه الطريقه. ها هي تهودوا هكا، ها هي هنا وتهودوا، ها هي بهذه الطريقه هنا، وتيفازيو البدعيه نتاعكم حتى لتحت هكا. هاد الطريقه تجي تهودو، هوت ب 18 سنتيم هنا، هوت ب 18 سنتيم، قلت لكم ولات شويه معمره شويه سمينه، هوت ب 18 سنتيم. كل واحد يدير على حساب العبر تاعه، هادي ماشي مولاتها ماشي رقيقه، شويه سمينه. طريقه الفصاله نتاعها سهله، اسهل اسهل. هنا تسقدو هنا نيشان، ولا ما باش ما تقصوش، باش
هنا خاصكم تخليو هذا، ما تقلعوش باش كي تكفوا من الداخل ما يبقاش يحل لكم من تحت. الا جاتكم شويه معليش من تحت ديروا الكفه هاي بهذه الطريقه، ها هي بالشبره ندير لكم هكا بالشبره. المهم تقادوا هنا قد قد، هنا خاصها يتقاد هكا، ها هي بالشبره. الشبره نتوما كل واحد يدير على حساب الشبره نتاعها، شبره وست صباع طيح الشبره وستة نتاع الصباع، وبالسنتيم طاحت لي ها هي بالسنتيم هكا، انا درت على 4 ها هي طاحت لي 28 سنتيم، طاحت لي 28 سنتيم. 28 سنتيم نتوما كي تعبروا تعبروا على 4، الدوره تاع فوق الصدر تعبروا وتفصلوا ها هي. المهم هذه هي بسم الله هكا بهذه الطريقه هكا. هنا تعبروا عاود الدوره تاع الصدر نتاعكم هاي 33 سنتيم، هنا تعبروا نتوما تعبروا الدوره تاع الصدر، هنايا كي تجيو هنا تعبروا الدوره تاع الصدر، كل واحد يعبر الدوره تاع الصدر كي تعبروا تطويو يجيكم المتر متر طويو طويو على 4 هاهي بهذه الطريقه، وتيفازيو هكا هكا وتوليو تاودو هاهي تاودو ها ايفازي حتى لتحت. ها هي في العطفه من التحت باش ديروا العطفه ها بهذه الطريقه ها هي هكا ها هي خرجت ايفازي دروك نخدمو اللي تجي من الفوق الفولا اللي تجي من الفوق ها هي بهذه الطريقه ها هي قلت لكم راها على زوج، انتوما تتحكموا في العرض اللي تبغيو ديروه ومام الطول عاود الطول تقدروا تتحكموا فيه، تبغيو باش تجيكم مبليه بزاف تجي مشرشفه بزاف تقدروا تعرضوا ديروا حتى 100 سنتيم، الا ما قدرتوش ما بغيتوش ديروا باش تجيكم عريضه بزاف تقدروا ديروا 95 سنتيم ديروا 94 سنتيم شحال ما تبغيو ديروا ديروا ها هي ها هي بهذه الطريقه هكا. العرض تخليو اللي تقلعوه زوج متر متر تفصلوها والنص تاع المات تقلعوه وديروه على زوج وديرو ل هاي دوك انا ندير الطول ها هي الطول 94 96 سنتيم غادي ندير فيها 96 سنتيم هاي درت 96 سنتيم ها هي باش تجي شويه تجي مشرشفه والعرض العرض راني دايره 26 سنتيم هاي العرض 26 سنتيم والطول 96 سنتيم هنا دروك نقصص هنا ها هي هكا ونحلها في الوسط دروك تحلوها في الوسط طريقه تحلوها هاي هكا هنا تقبضوا الوسط نتاعكم هنا تقبضوا الوسط تقبضوا الستيلو هنا هادي راكم معايا هنا ها هي هنا تقبضوا الوسط ها هو الوسط هنا وما معاود هنايا تقبضوا الوسط تقبضوا هنا وتقبضوا هنا ها تقبضوا الوسط بزوج جهات هكا وهنا ثاني من بعد كي تلاقيو ها هي كي تلاقيوها هنا تلاقيوها منا وتلاقيوها منا تقبضوا تاني الوسط
تقبضوا الوسط هنا وتقبضوا الوسط هنا باش هذا منه ومنه يخرج لكم، باش يخرج لكم هذا مع الكتاف. هي هنا كاين كف، من بعد كي نلاقيها نولي نقبض الوسط نتاعي. المهم هذه هي القندوره تاعنا. هذا يجيكم هنا، جي جي هكا جي هكا. هذا يجي مش هكا وهذا يجينا هنا، يجي في هذه هنا. المهم نديرو طريقة الخياطة ان شاء الله. كانوا بزاف الاخوات قالوا لي الوجه نتاع الشوازات نتاع القماش تاع الشوازات، باش نقول لكم باش تعرفوا الوجه تعرفوه بهذه السفيفه الفوقانيه، هذا اللي يجي هذا من الفوق تعرفوا به الوجه. ها هو هذا هنا وجهه وهذا من كفاه، ها هو تبقاو تتبعوه بهالطريقه بهذه من الناس تبقاو تشوفوا باش تعرفوا الوجه نتاعه وتعرفوا الكفه نتاعه، هذا كفاه وهذا وجه. دائما تبعوا هذه، كاين بزاف الاخوات اللي طلبوا مني قالوا لي الوجه نتاع الشوازات هذا هو. المهم هذه هي الطريقة، نديرو طريقة الخياطة هكا. نلاقيو الفوقانية هذيك الجهة، الفولة الفوقانية اللي تجي من الفوق هذه نلاقيها نكفها ونولي عادة نلاقيها الجهة الأخرى. أنا هذا نقصه وندير لها ندير فيه ندير ندير زيكزاك ما نخليش هذا ينقلع. كفيتها ها هي من هاد الجهة من هنا كفيتها، وهاد الجهة من هنا اللي جينا فيها لاستيك تكفوها غير وحده هكا غير كفه صغيره، من بعد كي تلصقوها في القندوره تاعكم توليو تكفوا لها الجهه تاع لاستيك، ديروا لها كفه غير هكا. ها هي ديروا كفه صغيره غير على واحد باش كي توليو تكفوا الكفه تاع لاستيك تجيكم ساهله. كملتها هي كفيتها دروك نولي نلاقي الجهه الاخرى عاود. هاي بهاد الطريقه هكا عاود تلاقيو هكا هاي باش تقعد لكم هكا. ها هي بهاد الطريقه هذه تخليوها لاستيك. ندير زيكزاك عاود نولي ندير لها الزيكزاك كيما هادي، هادي درت لها هنا الزيكزاك، هادي عاود ندير لها الزيكزاك باش ما يقعدوش الخيطان يخرجوا من القندوره تاعي. هيا كملتها كفيتها كفيتها من ومن درت لها قلت لكم كفه صغيره باش كي نطويو هكا نطويو لاستيك من دروك تطوي غير لاستيك هكا من الفوق. خيطتها من هنا تقبضوا الجهه نتاع الوسط هكا دروك. ها هي تقبضوا هكا تقبضوا الجهه نتاع الوسط نتاعكم هكا هنا دروك هذه الجهه نتاع الوسط. ها هي هنا هكا تقبضوا من هنا وتقبضوا عاود من هنا جيبوا قد قد الجهه تاع الوسط هنا ثاني. ها هي دروك نزيدو نكملوا هنا دوك نكفو هاد الجهه نكفوها نتاع هنايا نتاع الحرده نتاع الباط اللي
كفيتها من هنا بهذا الجهه تاع اللي تحت الحده تاع الباط هذه دروك نكفوها من هنا لفوق عند اللي فوق السطر تكفوها تما ها هي بهذه الطريقه تكفوا وتوليو تلصقوا القندوره تاعكم وتوليو تلصقوا اللي تجي من فوق لاقي القندوره تاعي مام المبتدئات تجيكم سهله ها هي هكا دروك لاقيها تلاقيو راكم كاع تعرفوا تلاقيو القندورات هكا نلاقيها من زوج جهات جهه من وجهه من نولي نلصق الفوقانيه الجهه الفوقانيه اللي نديرو فيها لاستيك هكا نلاقي من هاد الجهه نلاقيها ونوليها لقيتها ها هي لقيتها من هنا لقيتها من هنا لقيتها من زوج جهات ها هما هذا يقعد هنا هذا الحبل تاع اللي تجي تحت الباط هذا وهنا تجي الفولا تاع هنا ديك اللي نديروها بالفوق نديروا فيها لاستيك الفولا تخدم بهذه الطريقه ها هي ها هي تقبضوا الوسط ها هي تدخلوا لداخل هكا بهذه الطريقه تقبضوا الوسط نتاعكم ها هو الوسط نتاع هذه هنا ها الوسط ها هو هنا تاع الفولا وهذا الوسط تاع القندوره هكا هاد الطريقه تجيبوه ها هي باش تشوفوا هكا تخلي واحد زوج سنتيم هكا الفوق باش تخيطوا بهاد الطريقه باش ديروا لاستيك هاي باش ديروا لاستيك نتاعكم ها هي بهاد الطريقه هكا وتخيطوا تخيطوا القندوره تاعكم تدوروها كاع على هاي بهذه الطريقه تقبضوا بالايبانك وتخيطوا القندوره تاعكم بهذه الطريقه تجيكم ساهله هاي تخليو على حساب لاستيك نتاعكم تخليو على حساب لاستيك ها هي بهذه الطريقه تخليو ها هي باش تشوفوا مليح نقبضوا دروك نقبضوا بالايبانك هنا نقبض هنا بالايبانك تقبضوا هكا تقبضوا هكا وتخيطوا المبتدئات باش تجيكم الخياطه سهله تقبضوا هاد الجهه وعاود تقبضوا هادي عاودك هادي تجيبوها هكا تاني هادي تقبضوا الوسط ها هو الوسط هنا نحوس الوسط ها هذا الوسط وعاود نحوس الوسط نتاع القندوره ها هنا هكا طريقه عاودك تخليو هكا هاي بهذه الطريقه نخيطها ندير لها الدوره نتاع لاستيك ونولي لكم ان شاء الله هكا قلت لكم انني غادي ندير لها لاستيك هذا لاستيك هذا هو العرض نتاعه ها يجي هكا لاستيك الا بغيتوا تعرضوا لاستيك عليه تزيدوا تعرضوا الطيه اللي هنايا تزيدوا تعرضوا هكا هاي تزيدوا تكبروها باش تجيكم الطيه نتاع لاستيك كبيره المهم نخيطها ندور عليها كاع ندور عليها كلش هنايا كاع ندور عليها كاع الفولا ندور عليها ونولي عاود كنا نكملها نولي لكم هاني قبضت ها هي قبضت هنا قبضت هنا شوفوا واش يبقى لكم يبقى لكم هذا ها هو هذا يجي في الكتاف ها هي هنا ها شوفوا هنا ها هادي ها هذا نتاع الكتاف هذا كيلتم يولي كلشي يلتم هكا بلاستيك ها هي نخيطوا ها هي كي تقبضوا بالايبانك نتوما المهم كي تقبضوا الوسط تقبضوا القنت نتاع القندوره تاعكم اللي منو ها هي نكملها هكا بهذه الطريقه نبدي هنا نبدي في نبدي هنا هذه هذه راني قبضتها هذه تاع القنت نبدي في الخياطه هنا ها هي قلت لكم تخليو هكا
على حساب لاستيك باش تدخلوا لاستيك نتاعكم. ها هي هكا تشوفوا كملتها. هيا قلت لكم دورت عليها كاع الخياطه، تخليو هنا واحد الفتحه صغيره باش تدخلوا لاستيك نتاعكم. ها هي هكا تجي هاد الطريقه. ها هي خاصنا دروك نديرو لها لاستيك. هاني كملتها، ها هي ندير لها دروك ندير الكالو، غادي ندير الكالو نتاعي نلصقه ونولي ندير لاستيك. ها هي تجي هكا ملمومه بلاستيك، هاي هاكا تجي بهاد الطريقة. لصقت، ها هو لصقت الكالو تاعنا. تحتاجو زوج متر نتاع الكالو، نتاع الكالو زوج متر. نديرو دروك لاستيك، قلتلكم تخليو الفتحة نتاع لاستيك، نتوما تحكمو في لاستيك نتاعكم. لاستيك ديرو متر عشرة متر عشرين، المهم نتوما تحكمو فيه، نتوما تعرفو تشوفو لاستيك كي تكونو ديرو تميزو، تعرفو لاستيك شحال يجيكم. هاهي نتككها بلاستيك، هاهي هكا لكم تخليو هذيك الكفه تما باش تدخلوا لاستيك نتاعكم. القندوره تاعنا ها هي درت لها لاستيك، ها هو لاستيك هنا. قلت لكم نتوما تحكموا في لاستيك نتاعكم، تبغيو ديروه هكا مرخوف، تبغيو تزيروه، تبغيو كي تكونوا تخدموا فيها بلاستيك نتوما تميزوا لاستيك نتاعكم على حساب اش ديروه. ها هي جات شابه القندوره تاعنا. ندير لها العطفه، غادي ندير لها هنايا الكفه، نديرها غير بالزيكزاك، مانيش غادي ندير لها كفه بالماشينه، غادي ندير لها كفه بالزيكزاك ونكملها ان شاء الله منا عاود ندير لها الزيكزاك، عاود هنا نلمها بالزيكزاك ونوريكم النتيجه ان شاء الله في الاخير. النتيجه النهائيه نتاع القندوره تاعنا ها هي كملتها. كانوا بزاف الاخوات اللي طلبوا مني هاد الفصاله والخياطه نتاع هاد القندوره، ها هي درتها لكم. جات شابه عجبتني، تنا عجبتني. ها هي درت لها من هنايا، قلت لكم ما درت لهاش الكفه هنايا، درت لها خدمتها بالزيكزاك هكا تجي شابه بالزيكزاك، ما تجيش كل كاع القندورات اللي خدموهم هكا بالزيكزاك يجيو احسن، ملي ديروا لهم الكفه يجيو باينين. جات ايفازي درتها، انا قلت لكم درت لاطاي هذه عريضه، ما درتش لاطاي هاهي، درتها عريضه. ها هي لاطاي نتاعها هذه الوحده شويه سمينه، ها هي هذه هي القندوره. فصلتها سهله والخياطه نتاعها سهله، ما فيهاش الخدمه بزاف وما فيهاش التكاليف بزاف. تشريو 75000 60000 30000 المتر، زوج متر ونص يطيح لكم 75000. تشريو هذا ديرو زوج متر نتاع الكالو، الكالو خاصكم زوج متر. قامت لي درت فيه زوج متر. لاستيك ديرو قلت لكم على حساب العرض اللي تبغيو نتوما وتشوفوا على حساب اش ديرو. ها هي المهم، ها هي الخياطه نتاع النقيه تجي منا، تجي على عند اليدين عند الكتاف هنا، ها هي يجيو قد يجيو منا كي تقبضوا الوسط، هاد الخياطه تجيكم هنا.
يجيو في زوج كيف كيف. ها هما كي تخيطوا القندوره تاعكم تلصقوا بالايبان، وريتكم كيفاش تلصقوا باش تخيطوا، باش تخرج لكم هنا تخرج لكم قد قد هنايا، تخرج كيف كيف. هاد اللقيات يجيو مع بعضهم بعض، هذه هي طيح لكم. تبغيو تخدموها كمشروع وتبغيو تبيعوا هكا تحسبوا الخياطه تاع يديكم 50000، خدمه يديكم، خدمه يديكم 50000. تحسبوا الاقامه تاع اللي دخلتوها القماش والقالو. القماش قلت لكم 75000، القالو طيح لكم 50000. ها هي الكل يطيح 125000، هذه هي 125000 طيح لكم نتاع السلعه نتاعها نتاع القوام نتاع القماش ونتاع القالو. تحسبوا 50000 تاع الخياطه طيح لكم الكل 175000. تبغيو هكا تبيعوها تقدروا تبيعوها بهذه السومه. نزيدكم ان شاء الله، نزيدكم موديل اخر عاود خفيف، كانوا بزاف عاود البنات قالوا لي خدمي لنا موديل اخر خفيف، قالت لك راهم ينباعوا. المهم هذه تبغي تبيعي تبغيو ديروها مشروع تقدروا ديروها مشروع، قلت لكم تحسبوها 175000 بالخدمه بهادو بالاقامه نتاعو حبس والحا هادو بالقماش بالقال. هذه هي النتيجه الاخيره نتاعها، قلت لكم ما فيهاش الخدمه بزاف وما فيهاش الاتصال بزاف. المهم هذه هي القندوره تاعنا، الى عجبتكم ما تنساوش الاشتراك معنا في القناه. ومع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.